تدخلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في خط أزمة الأستاذة رابحة الكامل اللي كتزاول المهام ديالها بمجموعة مدارس نوال بمديرية إفران فوج 2020 واللي كتمر بظروف صعبة جراء المعاناة ديالها من ورم السرطان. وجا في البلاغ الأكاديمي الجهوية للتربية والتكوين فاس مكناس اللي تفاعلوا فيه مع الحالة ديال الأستاذة، وتواصل الوزير سعيد أمزازي مع الأستاذة وبادر بربط اتصال شخصي بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، شي اللي خلى المؤسسة تكفل بكل المصاريف الخاصة بالعلاج. أعطى كذلك الوزير التعليمات ديالو للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة فاس مكناس باش تقوم بتتبع الحالة ديال الأستاذة عن قرب وتسريع التسوية ديال الملف ديالها. كان هذا هو الخبر ديال اليوم، ما تنساوش تضغطوا على زر الإعجاب وتشتركوا في القناة، وعلاش لا ما تبارطاجيوش حتى هذا الخبر مع أصحابكم.